عاد لويز إلى المنزل بعد أن قضى إجازته على الشاطئ. شغل الرجل الموقد لإعداد البيض المقلي، وبعد فترة وجيزة أثناء تناول الإفطار طرق أحدهم الباب. قدم مجموعة من الأشخاص أنفسهم على أنهم عمال من قسم الصيانة، وأخبروه بوجود تسرب للغاز في شقته، وطلبوا منه إخلاء الشقة فورا. لكن أغلق لويس الباب في وجوههم واتصل بالشرطة. لقد كان على يقين بأنهم ليسوا سوى مجموعة من اللصوص، ما الذي جعله يعتقد هذا؟ قال لويس البيض على موقد كهربائي وليس على موقد يعمل بالغاز. أراد اللصوص إخراجه من منزله وسرقة أغراضه. علق 6 أشخاص في جزيرة صحراوية، وكانوا يعلمون أن طائرة مروحية ستأتي لإنقاذهم خلال بضع ساعات، لكنهم بحاجة الآن إلى تناول شيء ما. لديهم على الجزيرة وعاء وزجاجة مياه عذبة وخمس حبات من البطاطا. كانوا يستعدون لإعداد الطعام، لكن عليهم أولا تقسيم حبات البطاطا الخمس مختلفة الحجم والشكل على 6 أشخاص وتوزيع الطعام بالتساوي. كيف يمكنهم فعل هذا؟ هذا سهل، عليهم فقط إعداد البطاطا المهروسة. يحب أحد المخرجين السينمائيين المشهورين أن يكون حديث الناس ولو بشيء سلبي، وذات مرة أخرج فيلما فظيعا رغبة منه بأن يكرهه الجمهور. لاقى الفيلم شهرة كبيرة، ووصفه النقاد والمشاهدون بأنه سيء ومثير للسخرية، وكان المخرج مستمتعا بهذا الوصف. وبعد 2 عامين كان في مقابلة مع أحد الصحفيين وسأله: ما رأيك في فيلمي الأخير؟ أجاب الصحفي على سؤاله، لكن الإجابة أثارت سخط المخرج بما أجاب الصحفي. لا أتذكر هذا الفيلم. اجتمع 3 فتيات في أحد المطاعم للاتفاق على الذهاب إلى إحدى الحفلات، وهناك طلبت جيسيكا الكثير من الطعام، وطلبت سارة عصير الكرز، وأخرجت لوسي من حقيبتها تفاحة وبدأت تأكلها. أحضر النادل العصير والطعام المطلوب وغادر. بدأت سارة تشرب الحساء من الوعاء، لكن لم تلمس جيسيكا طعامها مطلقا. أحد هؤلاء الأشخاص ليس بشريا، من هو؟ إنه النادل، انظر إلى يديه، تغطيهما القشور وتبدو حدقتا عينيه كالأفعى. كان أحد الرحالة يتجول عبر غابة كثيفة في الأمازون بحثا عن قطعة أثرية نادرة تعود لقبيلة قديمة. إن نجح الرجل في العثور على القطعة الأثرية سيتمكن من بيعها بملايين الدولارات. خرج الرجل من الغابة ووصل إلى أرض شاسعة يوجد فيها كهفان، كلاهما مليء بالفخاخ، لكن الكنز موجود في أحدهما. كان الرحال على يقين تام بقدرته على تجاوز جميع المخاطر، لكن إن اختار الكهف المناسب فقط، ما الكهف الذي عليه اختياره؟ الكهف الأيمن، انظر إلى مدخل الكهف، إنه مغطى بخيوط العنكبوت، أي أن أحدا لم يدخل إليه منذ فترة طويلة، ودخل كل الباحثين عن الكنوز إلى الكهف الأيسر ولم يخرجوا منه. تلقى مارك دعوة من صديقه لحضور حفل شواء، وعندما وصل إلى المكان وتجول في أرجاء المنزل رأى مجموعة من 8 أشخاص، لكن لم يكن صديقه من بينهم. أدرك حينها أنه في المنزل الخطأ، وقبل مغادرته لاحظ مارك أن 3 أشخاص في تلك المجموعة كانوا آليين. هل يمكنك تحديدهم؟ يسكب هذا الرجل الشراب من وعاء الوقود، ويخرج دخان من رأس هذه السيدة العجوز نتيجة ماس كهربائي، وتشحن هذه الفتاة هاتفها عبر كابل متصل برقبتها. بعد تعرض سفينته للغرق وجد جاك نفسه في جزيرة صحراوية، وهناك بنى قاربا بأشرعة صغيرة أخذها من السفينة المحطمة. لم يتمكن جاك من الإبحار بعيدا عن الشاطئ، فلم تكن الرياح قوية بما يكفي.
وبعد أيام قليلة لاحظ وجود سفينة في مكان قريب، وكانت تقترب من الجزيرة، لكن كانت أشرعتها تتحرك بالاتجاه المعاكس، ووفقا لقوانين الفيزياء يجب أن تبحر السفينة بعيدا عن الجزيرة. كذلك لم توجد رياح أصلا، كيف كانت السفينة تقترب من الشاطئ؟ تعمل هذه السفينة بواسطة محرك آلي. كان ريتشارد يسير في الغابة حافي القدمين إذ سرقت القردة حذاءه، وكان يشعر بالبرد والجوع، لكن لحسن حظه رأى كوخا في مكان قريب ويتصاعد الدخان من المدخنة، وكان المنزل مضاء. توجد ثلاث طرق تؤدي إلى المنزل، أولها مغطى بالفحم الأحمر الساخن وتغطي الكثير من المسامير الصدئة الطريق الثاني، وكان الطريق الثالث مليئا بالزجاج المكسور. ما الطريق التي على ريتشارد أن يسلكها؟ الجو بارد، لذا يمكن أن ينتظر ريتشارد حتى يبرد الفحم، وفي تلك الأثناء يمكنه أن ينعم ببعض الدفء. يتجول توبي في الصحراء لعدة ساعات، كانت أشعة الشمس حارقة وليس حوله شيء سوى الرمال الساخنة. نفد كل الماء الذي كان بحوزة الرجل، وبدأ توبي يضعف ويضعف ثم سقط أرضا. في هذه اللحظة رأى بركتين صغيرتين. كان لدى توبي القوة الكافية للوصول إلى بركة واحدة فقط. أيا من هاتين البركتين سراب، وأيهما بركة حقيقية؟ البركة اليسرى حقيقية، هل ترى الغيوم فوقها؟ لقد هطل المطر وتكونت هذه البركة. في مكان بعيد في الغابة كان هناك منزل قديم. في صباح أحد الأيام وجد مالك المنزل تلفازه معطلا إذ كسر أحدهم شاشته. استدعى الرجل كل من كانوا في المنزل في تلك الليلة، وهم الطاهية وعاملة النظافة والمحامي، وسألهم من كسر تلفازي. قالت الطاهية: كنت أعد العشاء ولم ألمس شيئا. وأجابت عاملة النظافة: كنت أنظف القبو. وقال المحامي: كنت في الطابق العلوي، أمضيت الليلة كلها أطلع على بعض المستندات، لكن أحد هؤلاء الأشخاص يكذب، من هو؟ إنه المحامي، فقد قال إنه كان في الطابق العلوي، لكن المنزل من طابق واحد، ويستحيل أن يجلس على السطح طوال الليل للاطلاع على المستندات. فقد توم مفاتيح سيارته وبحث في جميع الغرف دون أن يجد لها أثرا. خرج الرجل إلى الصالة ونظر إلى الأرض فأدرك أن المفاتيح معلقة على الشمعدان. كيف عرف ذلك؟ كانت الأرضية عاكسة. شرع أحد مدرسي الفلسفة بالتحضير للاختبار، وكان الطلاب يجلسون في مقاعدهم يستمعون إليه. هذه المهمة مهمتكم، أثبتوا أن كل ما يحدث حولي حقيقي وأني لست نائما، ومن يتمكن من إقناعي أكثر سيحصل على أعلى درجة. كتب الطلاب لساعات طويلة، لكن لم يحصل أحد تقريبا على تقدير جيد باستثناء فتاة واحدة، وقد كتبت فقط جملة من بضع كلمات. ماذا كتبت الفتاة؟ لا يمكنك قراءة هذا إن كنت نائما. بالمناسبة يمكنك استخدام هذه المعلومة أثناء النوم، يكاد يستحيل قراءة أي شيء في الحلم، لذا إن كنت تريد أن تعرف أنك نائم أم لا، انظر إلى هاتفك وحاول قراءة شيء ما. يوجد في المدينة منزل قديم مسكون يخشى السكان المحليون الذهاب إليه، لكن ذات يوم قررت ثلاث فتيات وصبية التحقق من ذاك المكان وتسجيل كل ما يحدث هناك. اقترب الفتية من المبنى المخيف، لكن رفض أحدهم الدخول إلى المنزل، واسمه روب، وقال إنه سينتظر أصدقائه في الخارج. دخل البقية إلى المنزل وكان روب خائفا في الخارج، وبعد أن انتظرهم لبضع دقائق خشي أن يكون أصدقاؤه قد تعرضوا لمكروه وكان على وشك طلب المساعدة. في تلك اللحظة خرجت الفتيات الأربعة وصبي واحد،
حينها أدرك روب وجود أشباح في المنزل وهرب من المكان. كيف عرف ذلك؟ دخل إلى المنزل ثلاث فتيات وصبي، لكن خرج منه خمسة أشخاص. واحدة من الفتيات كانت شبحا، وعندما رآها روب هرب بعيدا. كان مايكل يسير على الرصيف واضعا يديه خلف ظهره، وفجأة ظهرت سيارة من خلفه قرب المنعطف. في تلك اللحظة كان مايكل يسير قرب بركة من الماء، وإن أسرع السائق سيتناثر الماء على مايكل بالكامل، لكن في اللحظة الأخيرة قلل السائق من سرعة السيارة وابتعد عن البركة. لماذا؟ كان مايكل يحمل طوبة خلف ظهره، وخشي السائق أن يرميها مايكل على سيارته، لهذا السبب ابتعد عن البركة. كانت ألكسندرا تتجول في قلعة قديمة توجد فيها الكثير من صور الملوك والملكات المعلقة على الجدران. كان الممر مضاء بالشموع. هبطت ألكسندرا إلى الطابق الأول، حيث هناك حفل راقص. شعرت الفتاة حينها كأنها قد سافرت عبر الزمن إلى القرن الماضي، لكن ما لن لحظة، كل هذا مزيف. كيف عرفت الفتاة ذلك؟ انظر إلى الكاميرا المخفية المثبتة في زاوية الصالة، وانظر أيضا إلى تلك الفتاة التي ترقص، إنها تضع على معصمها ساعة ذكية، أترى؟ في الصباح غادر بوب منزله وذهب إلى الشاطئ، حيث تبزغ الشمس في الأفق والبحر هادئ وليس هناك رياح. جلس بوب على الرمال وأغمض عينيه وبدأ يتأمل. أتى العديد من الأشخاص نحو بوب وجلسوا بجانبه للتأمل أيضا، لكن عندما فتح بوب عينيه ورآهم أدرك أن هناك خطبا ما في هؤلاء الأشخاص. ما هو؟ انظر إلى بوب، والآن انظر كيف يجلس هؤلاء. إنهم لا يلمسون الرمال، بل يرتفعون عن الأرض قليلا. الآن لنتحقق من عدد الإجابات الصحيحة التي حصلت عليها. 0 إلى 3 نقاط. لا تنزعج، لست بحاجة لمحاولة اكتشاف الأمور في كل مكان، أنت فقط بحاجة للوثوق بحدسك أحيانا. 4 إلى 7 نقاط. أنت بحاجة إلى المزيد من التمرين، المزيد من الألغاز، المزيد من المهام التي تعتمد على التفكير المنطقي، وفي المرة القادمة ستحصل حتما على نتائج أفضل. 8 إلى 11 نقطة. لا بأس بهذه النتيجة، لكن ربما لم تنتبه أحيانا. 12 إلى 15 نقطة. لا يمكن لأحد أن يخدعك، يمكنك دائما معرفة الحقيقة، أنت شخص رائع لكنك ما زلت لست الأفضل. 16 نقطة. أنت ملك الألغاز وتولي دائما انتباها للتفاصيل، كذلك تتمتع بحدس رائع. 1 ملك إحدى الدول وليمة دعا إليها جميع أصدقائه. اجتمع ضيوفه في القاعة الكبرى، لكن قبل بدء الاحتفال أبلغ أحدهم الملك أن جميع المشروبات مسمومة. لم يقل الملك شيئا وطلب من الجميع رفع نخب العام الجديد. نهض جميع الضيوف ورفعوا كؤوسهم. حينها لاحظ الملك الشخص الذي حاول تسميم الملك وضيوفه. هل لاحظته أنت أيضا؟ يحمل هذا الرجل كأسا فارغا، إنه يعلم أن المشروبات مسمومة، لذا لم يسكب شيئا في كأسه. في ليلة شتوية باردة سرق شخص ما مجوهرات ثمينة من منزل مطربة شهيرة. لم ينجح اللص في الهرب لمسافة بعيدة إذ صادفته سيارة الشرطة، فأسرع بإخفاء الحقيبة المليئة بالمجوهرات في الثلج واختفى وسط حشد من الناس. لكن تمكن المحقق أندرسون من القبض على 2 من المشتبه بهم. انظر إليهما وحاول تخمين السارق. عند حفر الثلج بيديك العاريتين سيصبح لونهما الأحمر، ويمكن ملاحظة ذلك في أصابع هذا الرجل وراحة يديه.
لكن قد تكون هذه المرأة هي من حفرت الثلج لكنها ترتدي القفازات، لذا هناك احتمال بأن تكون هي السارقة أيضا، لكنها لن تتمكن من الركض بينما ترتدي كعبا كهذا. دخل أستاذ جامعي إلى قاعة إحدى المحاضرات حيث كان زميله، وهو أستاذ كبير في السن، يلقي محاضرة في الفيزياء. كان الأستاذ يكتب المعادلات على السبورة بينما يدون طلابه الملاحظات مستخدمين حواسيبهم المحمولة، لكن لاحظ الأستاذ أن أحد هؤلاء الطلبة يغط في النوم، فبدأ يتجول في القاعة وتوقف خلف كل واحد منهم. من منهم نائم الآن؟ يكتب جميع الطلاب تقريبا المعادلات على حواسيبهم باستثناء هذا الفتى، شاشة حاسوبه مطفأة لأنه نائم. كان المحقق أندرسون يطارد لصا يرتدي بدلة رسمية، وفجأة دخل المجرم إلى قاعة ضخمة يرتدي فيها الجميع ملابس رسمية. ساعد المحقق أندرسون في العثور على اللص من بينهم. عليه إلقاء القبض على هذا الرجل، فهو يتعرق لأنه كان يركض. غضب مدير ليو منه لأنه لم ينهي خطة العمل الأسبوعية، والآن عليه قضاء نهاية الأسبوع بأكملها في المكتب لإنهاء عمله. أخذ المدير بطاقة ليو الممغنطة كي لا يتمكن من مغادرة المبنى، وبعد عدة ساعات شعر ليو بالجوع، لكن ليس في المكتب ماء أو طعام باستثناء ثلاجة ومبرد مياه في الغرفة المجاورة خلف الباب ذي القفل المغناطيسي. وبعد انتهاء الإجازة قدم ليو لرئيسه الخطة كاملة. استطاع الرجل بطريقة ما الحصول على الطعام والماء، كيف فعل ذلك؟ ذهب ليو إلى الثلاجة وحصل على بعض الطعام، فلم يقل أحد إن الباب ذا القفل المغناطيسي مغلق. استيقظ مايك ليجد نفسه في المقعد الخلفي لسيارة سباق. كان محرك السيارة يعمل وتهب الرياح على وجه مايك، ولا أحد خلف عجلة القيادة، ويوجد منحدر شديد في الأمام. وجد مايك يديه مقيدتين، فقفز من السيارة دون تردد وسقط على الأسفلت. لكن المثير للدهشة أنه لم يخدش حتى، كيف يعقل هذا؟ لم تكن السيارة تتحرك، كان محركها يعمل فقط. اقتربت فيكتوريا من باب منزلها، فأضيء المصباح تلقائيا أمام الباب. فتحت فيكتوريا الباب بالمفتاح ودلفت إلى المنزل، وبعد ساعتين رن جرس الباب. فنظرت الفتاة من خلال ثقب الباب ورأت صورة ظلية لرجل يرتدي قبعة. خافت الفتاة من فتح الباب، لكن ليس لأنه شخص غريب، بل لأنه لم يكن بشريا. كيف عرفت ذلك؟ لم يعمل مستشعر الضوء، أي أنه لا يوجد أمامه جسم ملموس. في حظيرة طائرات ضخمة بجوار الصحراء، دخل الطيار تايلر إلى داخل الموقف ووجد قطة نائمة قرب السقف على أحد العوارض، فقرر الرجل إنقاذها، لكن لم يجد في المكان سلما أو أي شيء آخر يمكن استخدامه للوصول إلى هناك. الشيء الوحيد الذي رآه تايلر هو بركة كبيرة من الماء على الأرض. كيف وصلت القطة إلى هناك؟ كانت هناك كومة من مكعبات الثلج، تسلقتها القطة ووصلت إلى السقف، ثم ذاب الثلج وترك خلفه بركة الماء. تتجول مارغريت وريتشل وديانا في الشارع بينما يتبادلن الحديث حول خططهن لعطلة نهاية الأسبوع. تبدو الفتيات ثريات، لكن واحدة منهن فقط تملك الكثير من المال. من هي؟ إنها مارغريت، يمكنك أن ترى في حقيبتها مفتاح سيارتها من طراز فيراري. بينما كانت ساندي تغادر المنزل، أخرجت نظارتها الشمسية من حقيبتها فسقطت منها وكسرت، والآن عليها شراء نظارة جديدة. طلبت ساندي سيارة أجرة ووصلت إلى شارع يضم متاجر فاخرة. كتب على لافتة المبنى الأول أفضل نظارات في المدينة، وكتب على لافتة المتجر الثاني
أفضل نظارات في العالم، لكن ما كتب على لافتة المتجر الثالث كان هو الأروع. ماذا كتب هناك؟ أفضل نظارات في هذا الشارع. ألقى جوني نظرة على الفواتير التي عليه سدادها، وهي 50 دولارا للكهرباء، 39 دولارا للمياه، 70 دولارا ثمنا لحقيبة، و 448 دولارا ثمن هاتف جديد، و 52 دولارا لوجبة عشاء في المطعم، و 589 دولارا ثمن حاسوب جديد، و 637 دولارا لحجز غرفة في فندق فاخر. حصل الرجل على مكافأة من العمل قدرها 978 دولارا، لكنه بحاجة أيضا إلى شراء ثلاجة جديدة لأمه، ويبلغ ثمنها 798 دولارا. على جوني مغادرة المنزل بسرعة، لكنه بحاجة إلى معرفة المبلغ الذي سيحتاجه. كيف يمكنه حساب المبلغ بسرعة؟ عليه استخدام تطبيق الآلة الحاسبة في هاتفه. عادة ما تكون أبسط إجابة هي الصحيحة. يحقق المحقق أندرسون في بلاغ عن اختفاء جراء من سلالة أصيلة، ولديه قائمة بثلاثة من المشتبه بهم. زار المحقق المشتبهين كلا على حدة، وكانت أولهم فتاة صغيرة قالت إنها أمضت اليوم السابق برفقة أصدقائها، وإن لديها حساسية من الكلاب. المشتبه الثاني رجل مسن قال إنه لم يغادر المنزل خلال الأيام القليلة الماضية. المشتبهة الثالثة مدونة شهيرة قالت إنها كانت تصور طوال اليوم مقاطع لتنشرها على موقع يوتيوب. من منهم يكذب؟ إنها الفتاة الأولى، إذ ادعت أن لديها حساسية من الكلاب، لكن يوجد في مطبخها وعاء به طعام للكلاب. يعمل بيتر مديرا في منصب مهم بشركة تأمين ضخمة، وقد طلب منه رئيسه اليوم طرد ثلاثة موظفين، لكن لا يريد بيتر طردهم من العمل بهذا الشكل، لذا دعا المرشحين الثلاثة وطلب منهم كتابة السبب الذي يدفع الشركة للاحتفاظ بهم. كتب الموظف الأول أنه ساعد الشركة في ربح 100,000 دولار، وقال الموظف الثاني إنه وجد 10 عملاء جدد، مما زاد من أرباح الشركة بمقدار 200,000 دولار. وحصل الموظف الثالث بطريقة غير قانونية على أرباح وصلت إلى 300,000 دولار خلال الربع الماضي من السنة. من الذي ينبغي أن يطرده بيتر، ومن عليه الاحتفاظ به؟ لقد طلب منه طرد ثلاثة موظفين تذكر، لذا لم تكن هناك فائدة من هذا الاختبار. وأخيرا سيغادر القطار المحطة، وبدأت الموظفة بالتحقق من التذاكر، فأعطاها راكبان وهما ميكي وآنا تذكرتين للمقعد نفسه. حتما هناك خطأ ما، إذ لا يمكن أن يشتري شخصان تذكرتين للمقعد ذاته. هذه التذكرة الأولى وهي لميكي جونز، المقعد 7B، والتذكرة الثانية لآنا روي، المقعد B7. من يحق له الجلوس في هذا المقعد؟ تشير تذكرة ميكي إلى أنها تذكرة طائرة، لكن هذا قطار، وبالتالي المقعد من حق آنا. يذهب جو إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم حيث يتدرب على رفع الأوزان الثقيلة، وقد حقق نتائج رائعة بالفعل. وذات يوم أتى رجل نحيل إلى الصالة ولم يسبق له أن رفع الأثقال من قبل. اقترب الرجل من أثقل وزن ورفعه بسهولة. لم يصدق جو ما رآه، فهو يتمرن منذ 10 سنوات وتمكن حديثا من رفع أوزان كهذه. كيف تمكن المبتدئ من فعل ذلك؟ هذا المبتدئ ليس سوى رجل آلي. انظر إلى السلك الموصول بمقبس الحائط، وفي الزاوية الأخرى من الصالة هناك رجل يحمل جهاز تحكم. لابد أنه يتحكم بهذا الرجل الآلي. أثناء تساقط الثلج حاول ريتشارد المشي بسرعة كي لا يتجمد، وكان يقود أيضا ثلاثة خراف عبر غابة كثيفة. وأخيرا وصل الرجل والخراف إلى ضفة النهر، حيث يوجد قارب في مكان قريب.
لكن يمكن أن يحمل القارب في كل مرة رجلا وخروفا واحدا فقط، وهناك ذئب على الضفة الأخرى. ولو نقل ريتشارد الخراف إلى هناك واحدا تلو الآخر، سيتمكن الذئب من الإمساك بها. كيف يمكن للرجل البقاء قرب خرافه وعبور النهر؟ إنه فصل الشتاء والنهر متجمد. والآن لنتحقق من درجاتك. 0 إلى 3 نقاط. عليك التمرن أكثر على حل الألغاز، لكنني على يقين بأنك أكثر حماساً الآن، لذا ستكون أكثر انتباهاً لحل الألغاز في المرة القادمة. 4 إلى 7 نقاط. يمكنك الحصول على نتيجة أفضل، لكنها ليست أسوأ نتيجة أيضاً. أنت تعرف ما تسعى جاهداً لتحقيقه. 8 إلى 11 نقطة. نتيجة لا بأس بها، لكن المهم أن تتمرن أكثر. 12 إلى 15 نقطة. تهانينا، لقد حصلت على درجة عالية، وبالتالي تستحق أن توصف بأنك سريع البديهة. آها، وأخيرا تحقق حلم بيتر وزاك، إذ تمكنا من شراء مقطورة وهما مستعدان الآن لبدء الرحلة التي خططا لها منذ وقت طويل لزيارة كل الأماكن الغامضة في البلاد لتصوير المقاطع لمدونة الفيديو الخاصة بهما. لكنهما بحاجة أولا إلى حزم بعض الأمتعة، ولديهما 3 صناديق، لكن يمكنهما أخذ صندوق واحد فقط. أي صندوق عليهما أن يختارا؟ الصندوق الأول. انظر لانعكاس الصناديق في المرآة. الصندوق الثاني فارغ، والطعام في الصندوق الثالث فاسد. هناك أيضا الكثير من الصراصير حول الصندوق الأول، وربما لن تستمتع برفقتها في رحلتك. قدمت سارة عمة بيتر 3 ألحفة للشابين، وقالت لهما إنها صنعتها كلها يدويا، لكن هذا غير صحيح. في الواقع صنعت سارة لحافا واحدا واشترت الاثنين الآخرين عبر الإنترنت. كانت سارة محرجة من قول الحقيقة، لكنها كانت تشتهر بخياطة كل شيء يدويا. هل يمكنك تحديد اللحاف المصنوع يدويا؟ إنه اللحاف الثالث. انظر إلى قطعة القماش هذه، إنها مطابقة لتنورة سارة. لقد خيطت القطعتان من القماش ذاته. وأخيرا بدأ زاك وبيتر رحلتهما وانطلقا نحو وجهتهما الأولى، والتي كانت مكتبة مهجورة فوق أحد التلال. قال المشتركون في مدونة زاك وبيتر إن هناك الكثير من قصص الأشباح حول هذا المكان، لكن كان الشك يراود المدونين حول صحة هذه الأقاويل، وأرادا استكشاف المبنى بنفسيهما. دخل الشابان إلى المبنى وتجولا في أرجاء المكتبة، ثم سجلا مقطعا والتقطا بعض الصور بالكاميرا الفورية، لكنهما لم يقابلا أي أشباح. وعندما عادا إلى المقطورة وشاهدا الصور، شعرا برعب شديد وأغلقا الأبواب فورا وغادرا المكان بسرعة. ما الذي أخافهما؟ في هذه الصورة يظهر كل منهما، لكن من التقط الصورة إذن؟ توقف الشابان قرب أحد المقاهي للحصول على مشروب ساخن، وعندما دخل أمسك بيتر بكاميرته وبدأ بتسجيل الفيديو. لماذا؟ انظر لهذا الشبح. طلب الشابان الشطائر، لكن كان على النادي لافيونا تجهيز طلبات الإنترنت أولا، لذا طلبت منهما انتظار الطعام لبعض الوقت. قطعت فيونا رغيف خبز إلى 4 قطع في 12 ثانية. كم من الوقت ستحتاج لقطع الرغيف نفسه إلى 5 قطع؟ ستكون بحاجة إلى 16 ثانية. للحصول على 4 قطع من الخبز عليها تقطيع الرغيف 3 مرات، وإن كانت بحاجة إلى 12 ثانية لتقطيع الخبز 3 مرات، فهذا يعني أن المرة الواحدة تحتاج منها إلى 4 ثوان. وبالتالي لو أرادت فيونا تقطيع الخبز إلى 5 قطع، فعليها تقطيع الخبز 4 مرات. وبما أن كل مرة تحتاج إلى 4 ثوان لكل قطعة، سيكون المجموع 16 ثانية. أوه، أشعر بالدوار.
لاحظ زاك وجود متجر عرافة في الطابق السفلي من المطعم، وقد يشكل هذا محتوى رائعا لمدونته، لذا قرر النزول إلى الأسفل. لكن بمجرد أن دخل زاك المتجر اختفت جميع الأبواب والنوافذ. عرضت الساحرة الشريرة على الشاب صفقة ما، وكان لديها بطاقتان متطابقتان، كتب على إحداهما الهرب وكتب على الثانية تزوجني. كان بإمكان زاك اختيار بطاقة واحدة، إن حصل على بطاقة الهرب فسينال حريته، وإن اختار البطاقة التي كتب عليها تزوجني فسيبقى برفقة هذه الساحرة المخيفة إلى الأبد. لم تكن تريد الساحرة أن تترك له فرصة للهرب، لهذا كتبت على البطاقتين تزوجني. لكن زاك توقع أن تفعل الساحرة ذلك، ومع ذلك تمكن من الفوز والهرب. كيف نجح؟ لقد أخذ بطاقة وأسقطها في المدفأة وقال إنها وقعت بالخطأ، لهذا كان على الساحرة الكشف عن البطاقة المتبقية والتي كتب عليها تزوجني، ووفقا للاتفاق يجب أن تكون هناك بطاقتان مختلفتان، لذا لم يكن أمام الساحرة خيار سوى الموافقة على أن البطاقة التي اختارها زاك وحرقها كانت بطاقة الهرب. تابع بيتر وزاك رحلتهما، وفي المساء شاهدا هؤلاء المسافرين الثلاثة قرب محطة للحافلات، لكن لا يمكنهما سوى اختيار شخص واحد، من عليهما أن يختارا؟ هذه الفتاة الجميلة مستذئبة، انظر إلى أصابع قدميها، لقد بدأت تتحول بالفعل لأن البدر يظهر في السماء، وهذه السيدة المسنة التي تبدو مسالمة هي في الواقع مجرمة هاربة من الشرطة. انظر إلى الملصق المعلق في محطة الحافلات، هذه صورتها. أما هذا الرجل فيبدو غير مؤذٍ حقا، رغم أن ملابسه ملطخة بشيء أحمر اللون، لكن هذا طلاء لأن الشاب فنان. انظر لمستلزمات الرسم التي يضعها في حقيبة ظهره. أخبر الفنان واسمه جورج الشابين عن مكان آخر غامض يطلق عليه السكان المحليون اسم البيت المسكون. سمع جورج قبل أسبوع أصواتا غريبة قادمة من داخل المنزل، وعندما ذهب لتفقد المكان هرب وهو يصرخ بمجرد أن دخل إليه. ما الذي أخافه؟ هذا المهرج في الصورة يتحرك. قرر زاك وبيتر استكشاف ذلك المنزل المسكون، وعندما دخلا إلى هناك لم يشاهدا أي صور، لكنهما سمعا صرخات قادمة من القبو. اتجه زاك وبيتر إلى الطابق السفلي، وهناك عثرا على مكبر للصوت يعيد أصوات الصراخ آليا، وكان في الخزانة زي لمهرج. وجد زاك وبيتر ثلاثة مشتبه بهم من الجيران، وطرحا عليهم سؤالا واحدا فقط، ماذا فعلتم في الأسبوع الماضي؟ قال السيد دانييلز، كنت في إسبانيا في إجازة لأسبوعين وقد عدت بالأمس. وقالت جيسيكا، بشرتي حساسة للغاية ولن أعرضها للأذى بارتداء قناع المهرج. أما هنري فقد قال إنه كان يستعد طوال الأيام الماضية لاختباراته في الكلية، من منهم يكذب؟ إنها جيسيكا، فلم يقل أي من زاك وبيتر شيئا عن المهرج، لكنها بدأت في اختلاق الأعذار. وصل الشابان إلى مستشفى محلي لتصوير مقابلة مع طبيب مشهور اسمه الدكتور تومسون، لكن كان عليه أولا تقديم المساعدة لأربعة أشخاص. اشتكى كايل بقوله إنه يعاني من وسواس النظافة ويغسل يديه 100 مرة في اليوم، وقالت كيلي إنها تخشى المرتفعات لدرجة أنها تخاف ركوب الدراجة، وقال فريد إنه يعاني من الخوف الشديد من الماء ولا يمكنه حتى النظر إلى صنبور الماء، وادعت جيني أنها تعاني من رهاب الأماكن المغلقة وقد فقدت وعيها في المصعد أكثر من مرة. كان الدكتور تومسون على يقين تام بأن واحدا من هؤلاء فقط صادق، هل يمكنك معرفته؟ لا يخاف فريد من الماء، فهو يضع في منزله حوض سمك، وتعيش جيني في شاحنة صغيرة، وبالتالي من المستحيل أنها تعاني من رهاب الأماكن المغلقة، وتعم الفوضى منزل كايل، وهذا غريب بالنسبة لشخص يخاف من الأوساخ والجراثيم.
إذن الصادقة من بينهم جميعا هي كيلي، إنها تنام على الأرض، وهذا أمر طبيعي لشخص يعاني من رهاب المرتفعات. المحطة التالية هي زيارة الكهوف المرعبة. ذهب زاك وبيتر لرؤية الآثار القديمة وسط الغابة، حيث اختفى هناك الكثير من الناس. حينها سمعا صوت صراخ غريب قادم من الكهف، فاتجها نحو مصدر الصوت وتاها داخل الكهف، وفجأة شهدا ثلاثة أنفاق. كانت النيران تملأ النفق الأول، وكان في النفق الثاني مصاص دماء جائع ينتظر من سيدخل إلى النفق، وكان داخل النفق الثالث الكثير من التفاح السام. أي طريق عليهما أن يسلكا؟ النفق الثالث آمن، فهما ليسا مضطرين لتناول ذاك التفاح. بعد انتهاء مغامرتهما الخطرة في الكهف، ذهب زاك وبيتر إلى المتجر لشراء بعض الأغراض. أعتقد أنهما شعرا بالجوع بعد تناول التفاح. هل يمكنك رؤية الشبح في المتجر؟ ها هو. عرف بيتر وزاك أن بعض الأشخاص قد شاهدوا مجموعة من الزومبي في هذه المدينة المهجورة، لذا قرروا التوقف هنا والتحقق من ذلك. بدت المدينة فارغة للوهلة الأولى، مما جعلهما يشعران بالإحباط. لكن فجأة ظهرت مجموعة من الزومبي الجائعين وبدأوا في مطاردتهما. أسرع الشابان إلى إحدى المستشفيات وأغلقا الباب. في تلك الأثناء كان الزومبي يحاولون تحطيم الباب واقتحام المكان، لكن لحسن الحظ سرعان ما وصلت طائرة مروحية وفريق للإنقاذ. كانت الطائرة على وشك الهبوط على سطح المبنى، لهذا كان على زاك وبيتر الوصول إلى السطح بأسرع وقت ممكن. ساعدهما في العثور على أقصر طريق. من هنا. وبعد أن تمكن الفريق من إنقاذهما، دعا فريق الإنقاذ بيتر وزاك إلى القفز بالمظلات معا، فوافقا وارتديا المظلات. وقبل أن يقفزوا جميعا التقطوا هذه الصورة. هل يمكنك معرفة من منهم في خطر؟ هذا الرجل، إنه يرتدي حقيبة ظهر عادية بدلا من المظلة. توقف الشابان قرب شاطئ بحيرة شهيرة غامضة، وهناك ذهبا لصيد الأسماك. وفجأة قفزت حورية بحر من الماء وسحبت زاك إلى البحيرة. قفز بيتر في الماء لإنقاذ صديقه، فوجده وسط البحيرة فوق صخور ملفوفا في الأعشاب البحرية. تجمعت حول زاك ثلاث حوريات وكنا يرددن الأغاني، وعندما رأينا بيتر قلنا له: سنطلق سراح صديقك إن تمكنت من معرفة من منا ليست حورية بحر حقيقية. هل يمكنك مساعدته؟ هذه، انظر لديلها، إنه غير حقيقي. بعد فترة من الوقت اتصلت سارة عمة بيتر وكانت منزعجة للغاية، إذ اكتشفت أنها تركت خاتمها الماسي في مقطورة بيتر. وجد بيتر الخاتم وقال لها: لا تقلقي سأعيده لك. لكن كانت هناك مشكلة، إن أرسل الخاتم في البريد فقد يسرق. وكان لدى بيتر وسارة صندوقان، لكن لم يكن أي منهما يملك مفتاح صندوق الآخر. ومع ذلك نجح بيتر في إعادة الخاتم. كيف فعل ذلك؟ أغلق بيتر الصندوق وبداخله الخاتم وأرسله إلى سارة. عندما استلمت سارة الصندوق وضعته داخل صندوقها وأغلقته وأعادته. استلم بيتر الصندوق وأزال قفله، ثم أعاد الصندوق إلى سارة. فتحت سارة القفل بمفتاحها وحصلت على الخاتم. يا إلهي، لها من حياة معقدة، أليس كذلك؟